السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في اليوم الأخير في إحدى أسابيع جوجل ديجيتال دايز. الحمد لله كان أسبوع مثمر، يعني الواحد كان متابع البث والإخوة الخبراء في هذا الأسبوع اللي كان مخصص للخبراء من جوجل. إن شاء الله تعالى إحنا المبادرة اللي احنا فيها اللي انا بطلع فيها دلوقتي هي مبادرة الأيام الرقمية من جوجل، والمبادرة ديت الهدف منها مساعدة وتشجيع الناس ان هم يبقوا في المنزل ويحصلوا على المعرفة، وبرضو يحاولوا نتخطى كلنا مع بعض، نساعد بعض ان احنا بنتخطى الأزمة الحالية. نسأل الله عز وجل يعني ان يفرج عنا جميعا. المبادرة دي طبعا مستمرة بقالها الوقت حوالي شهر ونصف، يعني او شهر كامل، داخلين في الشهر الثاني اهوت من مارس الى يوليو، وهي بمعدل محاضرات يوميه. كل اسبوع بيبقى فيه تركيز على مجموعه معينه من المحاضرات من الاحد الى الخميس من الساعه 7 الى الساعه 11 مساء بتوقيت دبي، وكل أسبوع أو كل مجموعة معينة من المحاضرات بتبقى بتركز على مستوى معرفي معين، بتركز على مهارات معينة. طبعا علشان تقدروا تشوفوا أي حاجة جاية إن شاء الله تعالى أو أي محاضرات سابقة تقدروا تخشوا على رابط اليوتيوب ده، وده رابط اليوتيوب شانل بتاعت جوجل مينا. هتلاقوا كل المحاضرات موجودة بإذن الله تعالى، البث المباشر، وفي نفس الوقت هتلاقوا الجداول او الريمايندر بتاع البث اللي لسه المحاضرات ايه ما جاتش. احنا زي ما قلت طبعا احنا الاسبوع اللي انا المحاضره الاخيره هذا الاسبوع اللي هي انشاء تطبيقات الويب، سبقني الاخوه الزملاء احد خبراء جوجل ساشن واحمد صبحي وريان الذهب وعبد العزيز الحمادي. انا بشكرهم جميعا على النشاط اللي عملوه، واتمنى ان شاء الله تعالى ان ختام الاسبوع النهارده يكون كويس وباذن الله مفيد ليكم. حابب اوضح برضو ان الاسبوع اللي جاي ان شاء الله تعالى هيكون في محتوى جديد، محتوى بيركز على مهارات اخرى مع مجموعه اخرى من الخبراء او من المتخصصين في مجالات مختلفه، ليست التقنيه فقط ولكن مجالات متنوعه. ده الجدول بتاع الأسبوع القادم إن شاء الله اللي هيبدأ يوم 3 مايو أو 3/5، وقدامكم جدول المحاضرات تقدروا تخشوا هتلاقوا برضو إيه الفيديوهات الريمايندر بتاع المحاضرات موجود إن شاء الله. أتمنى لكم بإذن الله تعالى إن شاء الله سهرة جميلة النهاردة مع بعض، ونستفيد من المعلومات اللي هنتكلم عنها النهاردة. حاجة أخيرة مهمة، الناس كتيرة بتسأل عن الشهادات وإزاي تحصل على الشهادة. من أهم شروط أو الشرط الأساسي للحصول على الشهادة إن الواحد يسجل الفيدباك، يعني بعد المحاضرة في رابط اللي هو مينا آد فيدباك، ده لازم ندخل عليه وندخل الفيدباك بتاعتنا عشان نقدر نحصل على الشهادة. فشرط الحصول على الشهادة هو ملء نموذج الفيدباك اللي موجود في الرابط ده اللي هو bit.ly مينا آد داش فيدباك، فده مهم جدا الناس تدخل عليه. بالاضافه ان بيتم يعني طبعا من باب التسليه وكده ان احنا في مجموعه من التشالنجز او المسابقات ومجموعه من الجوائز، على بيتم اختيار مجموعه من الفائزين تقدروا عشان تعرفوا ايه التشالنج بتاع كل اسبوع او بتاع الوقت الحالي، تدخلوا على الرابط ده وبتقدروا بتفوزوا بمجموعه من الجوائز. واتمنى ليكم ان شاء الله تعالى يوم سعيد النهارده باذن الله تعالى، واتمنى الفوز للجميع. أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي أحمد أبو الدهب، أنا جوجل ديفلوبر إكسبرت، وأنا أحد الإكسبرتس الموجودين الخبراء من جوجل في إحدى التقنيات وهي تقنيات تطوير تطبيقات الموبايل أو الجوال. بالإضافة إن أنا أحد الخبراء في لغة برمجة من جوجل اسمها دارت، وعندي شركة سوفت وير خاصة بيا في اسكندرية في مصر اسمها قرطبة. بالإضافة إن أنا شغال تكنيكال ليد بقالي سنين طويلة وبقالي حوالي 25 سنة في مجال السوفت وير، ومع اول ما بدات كود او بدات برمجه. دي السوشيال لينكس بتاعتي، ده هبدف على اي حاجه. انا مينلي او اساسا ببقى موجود اكتف شويه على تويتر، يمكن في رمضان الواحد مقل شويه من الاكتيفيتيز لان هي فرصه يعني ان احنا نستزيد بالبطاريه بتاعتنا في شهر رمضان المبارك.
فبس انا لو انا هبقى اكتف على شيء، رقم واحد دايما ببقى على تويتر عشان الناس اللي حابه تتواصل معانا تقدروا تعملوا فولو، بتعرفوا الاخبار السلايدز وهكذا كله ببقى احطه على الحساب بتاعي. باقي السوشيال يعني قليل شويه، ولكن هو منلي تويتر اند فيسبوك يعني بالدرجه الايه الثانيه ان شاء الله تعالى. النهارده احنا عندنا مجموعه، يعني الفيديو بتاع النهارده هو استكمالا لفيديو سابق او محاضره سابقه عملناها حوالي من حوالي تقريبا نقول اسبوعين كده. والناس اللي جايه دلوقتي ومعانا وبتحضر لاول مره وما تعرفش احنا هنتكلم على ايه، حابب اقول لهم ما تقلقوش، احنا هنعمل ريكاب لمده 10 دقائق بس المحاضره السابقه، ولكن جميع المحتوى بتاع المحاضره السابقه تقدروا تدخلوا هتلاقوه هنا اللي انا بشاور عليه ده على اليوتيوب تشانل بتاعتي. لو عملت سيرش دهب ديف طبعا على اي حاجه هتلاقي في اليوتيوب تشانل الفيديوهات بتاعتي، وفي مجموعه من الفيديوهات الاخرى لو انت ما تعرفش عندكش في اي خلفيه سابقه عن البرمجه، محتاج تتعلم برمجه، تبدا منين، فلاتر منين، انت مبرمج بالفعل وحابب تتعلم تقنيه تطوير تطبيقات الجوال، عندنا ستادي جام كامله دليل كامل 3 ساعات اهوت، و3 ساعات تانيين كاملين 6 ساعات، ولو في حاجات بتتكلم في موضوعات ادفانسد زي حاجه اسمها ستيت مانجمنت ان شاء الله تعالى اكيد الناس اللي معانا اللي عندهم خبره وفلاتر عارفين ايه، عارفين بتمثل ايه، بالاضافه ان احنا بنحط مجموعه من الفيديوهات المتنوعه عن ازاي تشتغل من البيت، ازاي تدير شركه، ازاي تدير فريق، ازاي تزود البرودكتيفيتي بتاعتك. فان شاء الله تعالى حتى بعد انتهاء البث ده الفيديو بتاعنا موجود على جي دي جي مينا، وانا بسجل الفيديو اوف لاين عشان الكواليتي بتاعته، وهيترفع على القناه برضو ان شاء الله تعالى، وهحط لكم الرابط بتاعه. احنا النهارده ان شاء الله تعالى هنتكلم عن جوجل فلاتر. جوجل فلاتر دايما واحنا بنعرفه هو عباره عن اس دي كي فريم ورك فروم جوجل. يعني ايه اس دي كي فريم ورك؟ يعني مجموعه من الادوات ومجموعه من الاكواد الجاهزه اللي بتسهل لك انشاء التطبيقات. هل المقصود بانشاء التطبيقات انشاء تطبيقات الجوال مثلا؟ لا، حاليا فلاتر يقدر ينشئ لك تطبيقات للويب، يقدر ينشئ لك تطبيقات للموبايل، يقدر ينشئ لك تطبيقات للديسكتوب، وكل ده من خلال نفس الكود بدون الحاجه ان انت تكتب كود مخصوص لكل بلاتفورم من البلاتفورمز ديت. الناس اللي حابه تستزيد احنا بالفعل في الاستادي جام اللي انا قلت لكم عليها اللي هي موجوده في اليوتيوب تشانل هنا تقدروا تروحوا هتلاقوا بالكامل شرح الحاجه ديت وايه الفروق ما بينهم علشان نوفر الوقت على الناس الجداد. طيب احنا المحاضره السابقه تكلمنا عن الويب وادينا مقدمه عن فلاتر وقدمنا مقدمه عن الويب وازاي الموضوع بدا وازاي هم بداوا يفكروا فيه، ايه الجديد اللي حصل خلال الاسبوعين اللي فاتوا، واستكمالا للكود لان في ناس طلبت في الكود العملي ان احنا نستكمل بعض الشروحات في الكود العملي، هنبدا هو ده التركيز بتاعنا النهارده في محاضره النهارده ان شاء الله تعالى. ولو انت اول مره بتسمعنا برضو ركز معانا لان احنا برضو بنغطي حاجات اساسيه انت محتاجها، فما فيش اي مشكله ان انت ان شاء الله تستكمل معانا وتركز معانا لباقي الايه المحاضره. من الحاجات الجميله اللي اعلن عنها من حوالي اسبوع فقط ان عدد الديفلوبرز اللي شغالين فلاتر اكتر او حوالي 2 مليون مبرمج. متخيلين ان عدد المبرمجين اللي بيستخدموا فلاتر دلوقتي وصل ل 2 مليون مبرمج، وده رقم رائع جدا بيوضح قد ايه ان فلاتر معدل الزياده بتاعته يمكن اكتر دوله على مستوى العالم هي الصين، يليها الهند، يليها اوروبا. عدد نسبه المبرمجين في الصين بالذات وده شيء كويس لان احنا دوله زي الصين بتعدادها لما بيخشوا في التكنولوجي من التكنولوجيز ده بيطور التكنولوجي دي، وبيبين لك قد ايه التكنولوجي دي بتتخطى قيود اللغه او عامله مثلا مخصصه للغه من اللغات. يعني فلاتر برضو دي حاجه مناسبه جدا، دعم اللغه العربيه والتعامل مع النصوص والتعامل مع اللغات عموما سواء لغه صينيه او عربيه، فلاتر رائع جدا، وده من دعم اللغه البرمجه اللي فلاتر بيعتمد عليها وهي لغه دارت. فهم الاسبوع فلاتر اعلنوا ان عدد المبرمجين بفلاتر دلوقتي 2 مليون مبرمج. من الحاجات الجميله برضو في ناس كتيره بتسال لما تبقى حابه تعرف فلاتر او تشوف ابلكيشنز ليه او امثله عامه لحاجات مرفوعه، ان عدد التطبيقات اللي مرفوعه على الستور، مش التطبيقات اللي مبنيه بفلاتر، اللي مرفوعه على الستور رسميا دلوقتي اكتر من 50,000 تطبيق، وده رقم رهيب جدا، رقم ممتاز جدا كبدايه ان دلوقتي نسبه كبيره جدا من تطبيقات كثيره بقت موجوده اونلاين على الستور مرفوعه مبنيه بفلاتر. انا شخصيا على المستوى الشخصي في الشركه عندي
احنا عاملين حوالي 4 أو 5 تطبيقات بفلاتر، ومنهم 3 اوريدي موجودين على الستور برضه. طيب الناس اللي لسه حابه تعرف عن فلاتر او تشوف امثله او تشوف حتى تطبيقات بالسورس كود بتاعها، في بعض التطبيقات بتبقى بالسورس كود بتاعها موجوده افيلابل، يقدروا يخشوا على الويب سايت ده itsallwidgets.com، هتلاقوا عليه امثله كثيره تتعلق بهذه الايه بالتطبيقات ديت والاكواد بتاعتها والروابط الخاصه بيها. لما بنيجي نتكلم عن فلاتر لازم نذكر اهميه اللغه اللي وراها فلاتر، وده شيء مهم جدا دايما انا بركز عليه في اي محاضره من محاضراتنا. ليه بقول الكلام ده؟ لان قوه فلاتر من قوه المحرك اللي هو قائم عليه، الانجن، الكور بتاعه. الكور بتاعه هو لغه البرمجه اللي فلاتر اتبنى عليها، وهي لغه برمجه دارت، ودي ليها قصه كبيره تقدروا ترجعوا ان شاء الله تعالى لمحاضره استادي جام اللي انا قلت لكم عليها، شارح القصه وليها دروس مهمه للناس سواء مبرمج في بدايته او طالب او كده، فيها دروس مستفاده من القصه بتاعتها تقدروا ترجعوا لها. اللغة ديت ليها مجموعة من المميزات، انها اولا جوجل عاملاها وبدأت فيها سنة 2012 وطورتها، اعادت اختراع اللغة تاني لحد سنة 2015، واللغة من 2015 ل 2020 دلوقتي تطورت تطور رهيب، ومتوقع فعلا ان هي تبقى من اللغات المتسيدة ان شاء الله تعالى في الخمس او 10 سنوات اللي جاية، لان حتى في نظام تشغيل جديد، الناس في كتير ناس يعرفوا المعلومة دي، ان جوجل شغال على نظام تشغيل جديد خاص بيها. نظام التشغيل ده اسمه فيوشا سيستم، مبني اليو اي بتاعته بالفلاتر ومبني باللغة دي، فده في حد ذاته هيزود عدد الايه المستخدمين. بالاضافه ان اللغه ما هياش لغه مخصصه لبلاتفورم واحده او منصه واحده، يعني مش للجوال بس، لا ده لغه بتطلع اولا كود جافا سكريبت زيها زي الجافا سكريبت بتطلع للبراوزر، لغه بتقدر تطلع للديسكتوب، لغه تقدر تطلع كور تستعملها زي البي اتش بي او بايثون باك اند. في ناس كتيره بتجيب تسالني بتقول لي هل ينفع استعمل دارت في الباك اند ان انا ابني بيها ويب سايت وتكونكت مثلا بوست جريس داتابيز او ماي اس كيو ال داتابيز؟ الاجابه نعم. في فريم وركس يمكن مش مشهوره شويه زي اكوا داكت، زي انجل، في كذا فريم ورك دارت، وده يمكن نقطة الضعف الوحيدة في دارت، إن حتى الآن الفريم ووركس بتاعت استخدامها كلغة باك إند ما زالت لسه محتاجة الكوميونتي، ولكن مجرد إن عدد اليوزر بتوع فلاتر يبقوا 2 مليون ده بيبشر إن شاء الله إن كل القطاعات التانية داخل اللغة هتلاقي دعم وهتلاقي اهتمام كبير من المبرمجين. فعايز اركز على حته ان قوه فلاتر من قوه لغه البرمجه، ودي فرصه كويسه جدا ان انا اشكر تيم دارت. تيم دارت تيم ممتاز جدا، ومين للتيم الاساسي موجود في اوروبا مش في امريكا زي ما ناس عارفه، فعلا بيبذل مجهود وهو يعتبر الجندي الخفي اللي وراء النجاح اللي وصل لفلاتر. طيب احنا بنتكلم عن فلاتر، بنتكلم عن بناء التطبيقات الويب، احنا النهارده بنتكلم على فلاتر فور ويب. يعني ايه فلاتر فور ويب؟ يعني انا هستعمل فلاتر فريم ورك اللي هو بتاع الموبايل اللي احنا كنا بنقدمه للناس على انه فريم ورك للموبايل مثلا، ان انا ابني بيه ويب سايت. ايه ده، هو انا ينفع ابني ويب سايت من غير ما اكتب اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت؟ الاجابه نعم، تقدر بسهوله جدا تكتب تعمل موقع كامل وموقع ريسبونسيف فيه كل الداتا اللي انت عايزها بدون ما تكتب سطر واحد اتش تي ام ال، سطر واحد سي اس اس، سطر واحد جافا سكريبت. مش بس كده، ده الجديد دلوقتي دعم البي دبليو اي، الشباب بتوع البي دبليو اي اللي سامعينه وبيحبوا البي دبليو اي، فلاتر باي ديفولت فور ويب هو فول بي دبليو اي ابلكيشن، واللي بيفتح افاق عريضه جدا ان هو ممكن يعمل اكسبورت للديسكتوب بدون الحاجه ان هو يطلع اكسبورت نيتف، لان البي دبليو اي فيه مميزات انه يقدر يشتغل على اكثر من منصه، وتطور خلال العامين او الـ3 أعوام السابقه البرفورمانس بتاعه ان بقى الناس مش قادره تفرق بين النيتف ابلكيشن وبين البي دبليو اي فيرجن. ان شاء الله اكيد في عندنا محاضرات تم تغطيتها في القناه عن البي دبليو اي. انصح الناس اللي انا عايزك تعرفهم المعلومه دي ان النهارده احنا بنتكلم عن فلاتر فور ويب من وجهه نظر الويب. يعني ايه؟ انا مش هتكلم من وجهه نظر ان انا ببيلد موبايل ابلكيشن ودي هنتكلم عليها بعدين، ولكن هتكلم من وجهه نظر انا عايز ابني ويب سايت، انا ماليش علاقه بالموبايل، انا ببني دلوقتي ويب سايت وبفكر فكر واحد ويب ديفلوبر. يعني انا قاعد دلوقتي قدامكم لابس الهات او طاقيه الويب ديفلوبر وليس الموبايل ديفلوبر مثلا بايه؟ بفلاتر. طيب علشان نقدر نستعمل فلاتر للويب لازم الاس دي كي بتاعنا يكون اكبر من 1.12، وده مش موجود الا على البيتا تشانل. البيتا تشانل حاليا وصلت ل 1.17، انا هوت لسه عامل تحديث كان من يومين 1.17 3 بري، وهم كانوا هينزلوا فعلا الاسبوع ده نسخه ستيبل كمان
من فلاتر ويب، ولكن وجدوا مجموعه من المشكلات فاجلوها لمده اسبوع، وهما كانوا بيقولوا ان في مشكله في الكاش. لا، انا شايف في مشاكل تانية، وده هنتكلم فيه ان شاء الله تعالى في الجزء العملي بالنسبه للناس اللي بتسال عن مدى الجاهزيه وامكانيه الاستخدام. كل ده باذن الله تعالى هنغطيه لما نبدا الجزء العملي بتاعنا. طيب، عشان انت تطبق معايا النهارده، علشان انت تجرب الحاجات دي، حتى اللحظه اللي احنا بنسجل فيها المحاضره ديت يوم 30/4 لازم تبقى على البيتا تشانل. عشان ابقى على البيتا تشانل، ايه البيتا تشانل دي؟ فلاتر عنده 3 تشانلز رئيسيه او 3 قنوات لاصدارات الكود البرمجي الخاص بيه. الماستر تشانل، وهي دي الاساسيه لكل تحديث، كل ساعه هتلاقي تحديث، ودي لا انصح احد على الاطلاق ان هو يستعملها، لانها فيها اخطاء، بيحصل بريكنج تشينجز كتيره، بيحصل مشاكل في البرامج. انا مينلي عشان شغلي وعشان بشتغل على برودكشن ابلكيشنز للعملاء، بشتغل على الستيبل، واثناء المحاضرات اللي هي بتتعلق بالويب بحول للبيتا تشانل، وبعد ما بخلص برجع تاني للستيبل تشانل. فانت عشان تجرب فلاتر للويب حتى الان، والكلام ده ان شاء الله متوقع يتغير بعد اسبوع بالظبط، لازم تحول للبيتا تشانل، وده من خلال امر بسيط بتكتبه في التيرمينال فلاتر بيتا تشانل، وبعد كده بتعمل امر اسمه فلاتر ابجريد. بعد ما تعمل ابجريد بيبدا يعمل الداونلود اللي انا شايف واخد لكم منه برنت سكرين، حوالي 250 ميجا مثلا، وبيبدا يداونلود الاس دي كي فريم ورك بتاع الايه اللغه. وبعد ما تخلص لازم تنيبل الويب كونفيجريشن، يعني تقول لفلاتر انا عايز تحط لي الويب من احد الاعدادات او الخصائص الخاصه ببناء التطبيقات. فالامر ده من خلال فلاتر كونفيج انيبل ويب. وبعد ما تخلص تحميل طبعا بتتاكد ان انت فلاتر بقى يدعم الويب، وده من خلال تكتب امر اسمه فلاتر ديفايسز، هتلاقي مكتوب عندك الكروم از ديفايس، يعني كانه ديفايس، كانك موصل موبايل، فبقى الكروم وهو باي ديفولت فلاتر اثناء التطوير بيبوش الكود بتاعه بيكومينيكيت مع جوجل كروم، يعني لازم يكون عندي جوجل كروم على الجهاز. طب بعد ما تخلص وعايز اكسبورت الكود، لا، الكود بتاعي طالع اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت كامل خالص، ملوش علاقه باي براوزر، تقدر تفتحه باي براوزر متوافق مع كل البراوزرات المختلفه. علشان بقى كرييت ابلكيشن بتاعي عن فلاتر، ودي الريكاب المراجعه السريعه للجزء اللي احنا قلناه الفتره السابقه عشان الناس اللي لسه معانا اول مره النهارده، بقول له فلاتر كرييت ماي اب. بعد ما اقول له كرييت ماي اب بخش جوه الابلكيشن واقول له ران داش دي او ديفايس، واقول له ايه كروم او فلاتر ران ويب، على طول هيبدا يفتح لي الابلكيشن، وده هنشوفه بصوره عمليه ان شاء الله تعالى بعد ما نخلص السلايد بتاعتنا. طيب، لو انا عندي مشروع قائم، يعني عندي مشروع اوريدي موجود وعايز احط دعم الويب فيه، بدخل جوه المشروع بعمل سي دي جوه الفولدر بتاع المشروع واقول له فلاتر كرييت مسافه دوت واحط نقطه، اوتوماتيك هو هيضيف دعم الويب، لان انا جيت اثناء التحميل قلت له ايه انيبل الويب لو فاكرين في الكونفيجريشن، قلت له فلاتر كونفيج ويب انيبل، فاقدر اقول له فلاتر كرييت دوت، فهو هيستكمل لي دعم الويب في المشروع بتاعي. وده امر مهم جدا جدا جدا، عايز الناس كلها تبقى واخده بالها منه، اي حد بيشتغل فلاتر، ان لو انت عندك ملفات ناقصه في مشروعك او فايلات باظت لسبب ما، او فايل اتحذف لسبب ما من داخل المشروع اللي هو فلاتر بيعمل لها اوتو جنريت، تقدر تخش جوه المشروع وتعمل فلاتر كرييت دوت، وهو اوتوماتيك فلاتر هيريكرييت الميسنج فايل ليك بالكامل. الديمو لما نيجي نعمل الابلكيشن هو نفس الاستراكشر اللي احنا عارفينه وبنتكلم عليه في فلاتر بالكامل، ولكن هيضاف اليه فولدر جديد اسمه ويب. الفولدر ده هو اللي بيحتوي على الملفات الخاصه بالديفلوبمنت انفايرمنت بتاعت فلاتر للويب. والمثال العملي اللي الناس واخده عليه اللي هو بتاع التايمر او الكاونتر، اسف، بيبقى موجود وبيبدا فلاتر بيفتحه لما بنعمل فلاتر ران. بالاضافه ان انت لما تبدا تعمل بيلد للابلكيشن بتقول له فلاتر بيلد ويب، زي ما تقول له فلاتر بيلد اي بي كي، فلاتر بيلد اي او اس، بيبدا يعمل لك جوه فولدر البيلد ده بيعمل لك فولدر اسمه ويب، هو ده الفولدر النهائي اللي انت بتقدر تاخده، تقدر ترفعه على اي هوستنج عادي اتش تي ام ال، على ما هوستنج الفاير بيز المجاني تقدر تفتحه بسهوله جدا بيشتغل معاك. فالملفات النهائيه اللي طالعه من فلاتر هي ملفات بيور اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت، تقدر تستعملها مع اي براوزر بسهوله جدا، تقدر ترفعها على اي استضافه بدون اي مشكله. وعايز اقول ان المميز والجديد بتاع الاسبوع اللي فات ان دعم الكي دبليو اي تحسن بدرجه كبيره جدا خلال الاسبوع الماضي، وبقى المانيفست فايل بتاع الكي دبليو اي الاساسي
بقى موجود باي ديفولت في فلاتر. ففلاتر ويب ابلكيشن هي باي ديفولت بي دبليو اي ابلكيشن، فول بي دبليو اي ابلكيشن، تمام. طبعا الاسيتس بتاعتي، الفونتس، الايمجز بتاعتي، كل ده اوتوماتيك فلاتر بينكلوده. فانت بتاخد فولدر الويب ده زي ما هو، وهو ده اللي انت بترفعه للايه، للهوستنج بتاعك، سواء كان هوست شخصي او هوست فاير بيز. طيب ليه احنا بنقول فلاتر ويب واعد ومميز؟ احنا عارفين طبعا ان احنا عندنا مشكله في الويب، ان عشان البراوزر يقدر يفهم الكود لازم الكود يبقى مكتوب HTML CSS جافا سكريبت. يعني حتى الباك اند لانجوج، البروجرامنج لانجوج زي البي اتش بي، زي الجافا، زي البايثون، بتترجم في النهايه الاوت بوت بتاعها او المخرج النهائي بتاعها ان هو يكون HTML CSS جافا سكريبت. واكبر مشكله في اللغات دي ان عشان البراوزر يفهمها ان هي اوتوماتيك، انت تقدر تعمل ريفرس انجينيرنج ليها، تقدر تعيد تظبيط الكود بتاعها وتشوف السورس كود بتاعها بسهوله جدا، حتى لو المبرمج اجتهد ان هو يعمل له مينيفاي او يعمل له تشفير سام هاو، لانه في النهايه لازم يوصل للبراوزر بطريقه يفهمها عشان يقدر يعرض الداتا. ففي ناس كتيره، اتاكرز كتيره، في مواقع كتيره عامله مثلا برامج، الناس المهتمين بالسايبر سيكيورتي هيلاقوا فعلا بسبب الموضوع ده في ثغرات كتيره جدا الناس بتقدر تلاقيها من خلال الاطلاع على السورس كود الموجود في البراوزر. المميز في فلاتر ان الكود النهائي اللي طالع منه هو كود مشفر، كود ما ينفعش يتعمل له ريفرس انجينيرنج زي اي حاجه جافا سكريبت تانية. يعني لو انت اي مع اي فريم ورك جافا سكريبت زي الانجلر، زي الفيو جي اس، زي كذا، سهل جدا من اي حاجه ان اجليفاي، بيوتيفاي، اي تول اونلاين تقدر تديله كود الجافا سكريبت وهي تعمل لك ديكود للكود وتعود وترتبه لك تاني، يبقى الكود قدامك كله مكتوب وظاهر قدامك بالكامل وتقدر تطلع على السورس كود. فباي ديفولت في فلاتر السورس كود بتاعه هو اوفيستيكيتد كود. اوفيستيكيتد كود يعني كود مشفر متلخبط في بعضه، معمول سلطه كده في بعضه، بحيث ما ينفعش تعمل له برمجه عكسيه او ريفرس انجينيرنج بحيث توصل للسورس كود. ثانيا معمول له مونيفاين، والمونيفاين يعني اللي هو بقى سريع، بقى مضغوط جدا. واهم حاجه من المميزات الموجوده في لغه دارت والموجوده في فلاتر طبعا، ان هو بيستعمل لغه دارت حاجه اسمها تري شيكينج، ودي من جمال لغه دارت ان هو بيشوف اي اجزاء برمجيه داخل الكود بتاعك ويبدا انت لا تستخدمها زي الفاريبلز مثلا والفانكشنز اللي انت ما بتستخدمهاش، ويبدا يحذفها اوتوماتيك من الكود. فالكود بتاعك متنظف، متشفي زي ما بنقول، مشفر، معمول له مينيفاينج، فطالع بافضل صوره الاتاكر او الشخص اللي بيعمل ريفرس انجينيرنج او الشخص اللي بيحاول يوصل لمعلومات حساسه من الموقع بتاعك ما يقدرش يوصلها، وفي نفس الوقت كومباتبل مع كل المتصفحات. الناس اللي بتعاني بقى، الناس بتوع الويب ربنا يكون في عونهم، يقعد يعمل كومباتبيلتي مع الكروم وكومباتبيلتي مع السفاري ومشاكل مع الفايرفوكس، ولازم تريست ال انا كده خدوا بالكم انا بتكلم از ويب ديفلوبر دلوقتي، انسوا ان انا فلاتر ديفلوبر. ويب ديفلوبر او الفرونت اند ديفلوبر عنده مجموعه من البريسيتس الجاهزه اللي لازم يعملها علشان الموقع ينفع يشتغل بصوره كويسه. بيعمل ريست، احنا عارفين طبعا ان ابعاد المتصفح على الفايرفوكس غير على الكروم، طريقه التعامل مع الكود، يمكن الجاب او الفجوه بدات تتقارب لان كله بقى يمشي مع المعايير، ولكن حتى الان بتاع الفرونت اند بيعمل بعض المجهود لكل براوزر. مع فلاتر بيريحك من الهيدك ده كله، مش هتكتب سطر واحد HTML CSS جافا سكريبت، هو اوتوماتيك بيجنريت الكود بتاع دارت لكود جافا سكريبت في النهايه، وكود HTML كومباتبل مع كل المتصفحات. انت اللي هتشغل بالك بقى ايه المتصفح ولا ايه الاصدار ولا ايه الكونفيجريشن اللي انا عاملها. وده ميزه ان انت بتركز مجهودك في قطاع واحد او في اتجاه واحد، وفي نفس الوقت تقدر تستفيد فيه في اكثر من مكان. ده مثال على الكود اللي بيبقى طالع من فلاتر، زي ما احنا شايفين مش هيبقى مفهوم، هيبقى كود دامي داخل فيه كذا حاجه معمول له مينيفاينج وما بيتعملوش ريفرس انجينيرنج بالشكل السورس، لان السورس بتاعه ما هوش جافا سكريبت، فهو مش هيعرف يعمل ريفرس انجينيرنج ليها كدارت. يعني هو معمول له تشفير ومعمول له كمان مينيفاينج، فحتى ده بيدي لك مستوى جيد جدا من الحمايه. ثانيا لما بنعمل له مينيفاينج ده بيدينا سرعه في تحميل الويب سايت بتاعنا. ثالثا موضوع التري شيكينج اللي هي المتغيرات او الفاريبلز اللي انا مش مستخدمها داخل الابلكيشن بتاعي اوتوماتيك بتتحذف من الكود بتاعي، فده بيصب لي في مصلحه يعني موضوع السرعه ومميزاته. عشان نقدر نشوف دعم بقى البلجنز او الكومبوننت اللي هي فلاتر بيدعم الويب، في موقع اسمه pub.dev زي ما احنا شايفين. هخش على فلاتر
لو لاحظنا احنا لما ادخل على فلاتر هلاقي في ثلاث تابات تانيين اندرويد واي او اس وويب، فاقدر اعرف البلجنز اللي انا بستعملها في فلاتر موجود لها دعم الفويب. زي ما احنا شايفين في قائمه كبيره جدا، اغلب البلجنز المشهوره دلوقتي اصبحت موجوده ودعم الويب فيها. الناس اللي بتسال ايه البلجنز المدعومه، هل كل البلجنز مدعومه ولا لا، اغلب البلجنز المهمه اللي انت عايزها ومتوقع خلال اسبوعين او الشهر القادم ان كل اللي انت محتاجه 90% 99% من البلجنز المهمه اللي انت محتاجها اوتوماتيك هتبقى مدعومه من الويب، بحيث ان انت تقدر تبني بيها مواقع. فانت علشان تعرف الدعم زي ما قلنا هتخش على pub.dev وتضغط على التابه بتاعت فلاتر، لان احنا عارفين ان دارت ممكن تستعمل از باك اند لانجوج زي بي اتش بي او بايثون او كده، وتختار من التابه دي تقدر تشوف البلجن بتاعتك موجوده في التابه دي. احنا اهم تابه عشان احنا النهارده نتكلم من ويب ديفلوبر برسبكتيف او من منظور تطوير ويب وليس تطوير موبايل، فتقدر تخش على تابه الويب. الجديد زي ما قلنا ان فعلا بي دبليو اي فول بي دبليو اي سبورت حصل الاسبوع اللي فات، وبقى الكواليتي بتاعت الابلكيشن بي دبليو اي من فلاتر رائعه جدا، حتى عدد الكراشز ان شاء الله الناس اللي هترجع للمحاضره السابقه اللي هي الجزء الاول لو شافوا في المحاضره احنا وقفنا شويه كان في بعض الكراشز بتحصل، ده اتحسن. يعني انا اثناء كنت بجرب النهارده طبعا قبل المحاضره قلت اعمل ابجريد وانقل للبيتا شانل، لا لقيت فيه تحسن كبير جدا. احنا المحاضره اللي فاتت كنا شغالين على ان احنا بنعمل ويب سايت بالشكل ده، احنا عايزين نوصل ان احنا نبني كود بالشكل ده، والكود اللي احنا عملناه في المحاضره اللي فاتت مرفوع على الريبو ديت على الاكونت بتاعي دهب اي تي على جيت هاب، هتلاقوا فلاتر ويب ديمو موجود بالكامل انا رافعه تقدروا تحملوه، بحيث ان كود العمل اللي احنا هنبدا نعمله من دلوقتي تقدروا تكملوا من بعده تقدروا تنزلوه، وانا هرفع ان شاء الله تعالى ريبو تانية او على نفس الريبو عامل لها برانش تاني للكود الجديد اللي احنا هنعمله النهارده. طيب احنا كان في ناس كتيره المحاضره اللي فاتت قالوا احنا نبدا نرن الكود بتاعنا دلوقتي او نشوف فين الكود، ده الكود بتاعنا وهنعمل له رن مسافه لما نشرح الكود العادي. احنا طبعا شرحنا الحاجات دي وكتبناه من الصفر مع بعض المره اللي فاتت، هو زيه زي اي فلاتر ابلكيشن عادي، انا بدات بالمين ميثود بتاعتي عادي وبعد كده بعمل الماتيريال اب، وبعد كده عندي في ستيتلس او ويجت، ستيتلس ويجت اسمها هوم بيج فيها محتوى الصفحه الهوم بيج بتاعتي، لما البراوزر يفتح هوريكم المحتوى بتاعها ان شاء الله تعالى، اصغر دي برضو شويه كده احتياطي. ثانيا عندي صفحه اسمها عندي او ويجت ثانيه اسمها ناف بار، هنبدا ننظم الكود. من اهم الحاجات اللي الناس طلبتها المره اللي فاتت ازاي ابني النافيجيشن بتاعي، ازاي اضغط بقى على كل صفحه من دي وابدا اروح على محتوى الموقع، ازاي هنستكمل شكل الموقع بتاعنا اللي احنا قلناه شرحناه المره اللي فاتت ان شاء الله تعالى. فدلوقتي حتى الان كده لو احنا شايفين هو دلوقتي لسه بيسنكرونايز الكروم ولسه ما عملش، انا دايما من التجربه يعني خلال الفتره اللي فاتت ديت لما بيعمل معايا كده بوقفه وارجع اعمله على طول ما بستنوش، لان هو اوقات كتيره ممكن يعلق، وده بسبب ان هو على نسخه البيتا حتى الان، فبيبقى في بعض الايرورز او بعض المشاكل في اللانش ايه للابلكيشن. طيب لما يلانش الابلكيشن بتاعنا ويبدا يفتح الجوجل كروم ويبدا يفتح البراوزر بتاعنا، هقول لكم انا طب في ناس بتسال سؤال مهم جدا، هو انا ازاي هبدا برمجه الموقع او بستلم التصميم ازاي، ازاي انا بعمل التصميم؟ طبعا التصميم بيتعمل على اي برامج خاصه بتصميم الويب زي سكتش مثلا زي ادوبي اكس دي. طب انا بستلمها من المصمم ازاي؟ انا مينلي في كل مشاريعي بستعمل موقع اسمه زيبلين، وده موقع ممتاز جدا لاستلام التصاميم، بيقدر يوفر لك مجموعه من الاكواد الجاهزه. معرفش الانترنت كويس معاه ولا لا، اشوف كده اعمل ريفرش للصفحه. بقدر بخلي المصمم معايا في التيم مثلا يرفع لي التصميم على زيبلين، وانا اخش على التصميم اقدر اعرف اولا اليو اي بتاعتي، ده المشروع النهائي اللي احنا هنعمله، احنا هنوصل ده اللي احنا كنا فيه، وبعد كده هنبدا ندعم الريسبونسيف، بعد كده هنبقى ندعم الديسكتوب والتابلت والموبايل في نفس الوقت. فاحنا ده لسه في الان في الصفحه الرئيسيه، اقدر اصلا خلال المشروع اعرف الالوان الرئيسيه اللي انا اقدر استخدمها، درجات الالوان ونسب الالوان بتاعتي، كل ده ما فيش فيه اي مشكله، تعالى ان شاء الله تعالى اقدر ايه استعملها واعملها مباشره. فبالنسبه لاجابه السؤال الناس اللي بتسال عن الويب وازاي اكمل الابلكيشن بتاعي او بستلم من المصمم ايه، ازاي بستلم المصمم الكود، الحمد لله البراوزر اخيرا اشتغل اهوت المشروع على اخر نتيجه احنا كنا عاملينها اخر مره، الاجابه من خلال زيبلين، وهصغر بس ده شويه عشان يبقى اقدر اتنقل بين الايه الشاشتين.
تمام. فانا بستعمل زيبلين لاستلام المشروع، اقدر اخش حتى على او ارجع باك، حتى بلاش الورك سبيس، ارجع باك للورك سبيس اللي انا فيها، وهنفتح الصفحه بتاعتنا ونشوف ازاي انا بقدر استلم المشروع. الحمد لله الويب سايت اللي احنا خلصناه المره اللي فاتت بقى موجود، بخش على الداشبورد، ومن الداشبورد طبعا هنا لسه بيحمل طبعا التولز بتاعت فلاتر. دخلت على الداشبورد تقدر تعرف ابعاد كل حاجه، يعني انا ازاي بتحدد ان ديت 500 بكسل في 600 ولا كذا، كل ده من خلال زيبلين بيساعدني زي ما انتم شايفين ان انا اقدر اعرف احجام كل حاجه، اقف على الحاجه اللي انا عايزها، اقدر اعرف الناس اللي عايزين ويب، اعرف سي اس اس كود جاهز. احنا طبعا ما بنكتبش الكلام ده، ما لناش علاقه بيه، ولكن هو بيبين لك كل الخصائص اللي انت عايزها. تقدر تكسبورت الصوره ديت، تعمل لها داونلود باحجام مختلفه، تقدر تاخد سي اس اس كود، تقدر تاخد درجات الالوان، تقدر تعرف اسم الخط المستخدم او نوع الخط المستخدم، التكست الموجود ده تقدر هتلاقيه هنا وهناخده، وده من خلال زيبلين انا بقدر استلم المشاريع بتاعتي. ده الكود اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، وهنبدا نستكمل الكود بتاعنا مرحله مرحله ان شاء الله. اول واهم شيء قبل ما نبدا نكمل في الكود بتاعنا، احنا محتاجين نظبط الاستراكشر او الاركتكتشر بتاع الكود بتاعنا. يعني ايه؟ يعني انا عايز انظم الفولدرات، وخد بالك انا النهارده بتكلم في خلال الويب، فانسى ان احنا الموبايل، ممكن بعد كده ندي محاضره ازاي ندمج ما بين الويب او والموبايل في موضوع الاركتكتشر هيبقى عامل ازاي. فانا هنا عندي كل الكود بتاعي محطوط في ملف واحد، وده لا ينصح بيه. فانا هعمل فولدر جديد عندي هنا اسمه يو اي، وجوه الفولدر ده يعني اليوزر انترفيس، هعمل حاجه اسمها بيجز. طب ليه ما سميتهاش يا احمد سكرينز؟ عشان انا ويب سايت دلوقتي، انا بفكر كويب ديفلوبر، هي اسمها بيج عندي ما اسمهاش سكرين. وجوه اليو اي تاني هعمل فولدر تاني اسمه ايه؟ شيرد مثلا، اللي هو الويدجتس الشيرد ما بين باقي الاكواد، وهبدا انظم الكود بتاعي. طيب انا عندي ايه اللي هو البيجز؟ انا عندي الهوم بيج ديت اللي هي الستيتلس ويدجت اللي فوق اللي هي تحت دي، هنفصلها ان شاء الله تعالى في ويدجت منفصله، ولكن اللي هي ديت، ولكن انا عندي في ويدجت شيرد او مشتركه ما بين كل الصفحات اللي هي الناف بار او النافيجيشن سيستم. فاحنا هنبدا نفصل النافيجيشن ده، نحطه في صفحه منفصله بالكامل، بحيث هخش على الشيرد واقول له نيو فايل واقول له ناف بار. ونلاحظ ان احنا لما بنيجي نكتب اسماء الملفات او اسماء الفولدرات بنكتبها سمول، ونفصل بين الكلمات باندر سكور، ما نكتبش كابيتال ليترز في اسماء الفايلات او الفولدرات، كابيتال ليترز في اسماء الكلاسات فقط او داخل الكود بتاعي. فانا عملت ناف بار دوت دارت، وهبدا ملف جديد اقول له امبورت طبعا الماتيريال لايبراري بتاعتي اللي هي مكتبه الماتيريال، واحط الكود بتاعي بكل بساطه كده واسيف الكود. طبعا احنا ملاحظين ان احنا عندنا خطا في المين. ايه الخطا في المين يا سيدي؟ عشان اعرف الخطا اروح هنا يقول لي ايه؟ ان انا مش عارف الناف بار ويجت دي موجوده فين. فعشان ليه؟ لان انا نقلتها من داخل ملف المين، بقت دلوقتي موجوده في فايل تاني اسمه ناف بار. فانا بس هروح عليه واقول له خلاص حل لي المشكله دي، اعمل لي امبورت للباكج دي او للويجت ديت. وهنا في طريقتين للامبورت، وده سؤال انا بحاول اغطي كل الاسئله اللي الناس بتسالها بعد المحاضرات السابقه. اعمل امبورت كده يو اي شيرد ناف بار، ولا امبورت ديمو باكج اسم الابلكيشن او الاب بتاعي وبعد كده؟ لا، المليون صاحبيه من تيم فلاتر هي الخيار الاولاني، علشان لو غيرت اسم الباكج بتاعتك بسهوله جدا الملفات بتاعتك ما تبصش وما تحتاجش تعمل تعديلات كثيره. هو ده اللي ينصح بيه من فلاتر، عشان تعرفوا بالظبط فين الخطا وتقدروا توصلوا فين. في فلاتر اللي هو البورينج شو كان حصلت معاهم المشكله ديت ونصحوا بالحاجه ديت. فانا كده فصلت، بدات انظم الكود بتاعي، فصلت الناف بار حطيته في ويجت، وهبدا افصل حتى الهوم ويجت اللي هي الهوم بيج بتاعتي، افصلها في صفحه جديده. وهنا في حته مهمه جدا انا بحب اعملها والناس وانصح الناس بيها، انا مش كل صفحه بعمل لها ملف، لا ده بعمل لها فولدر. يعني انا هعمل عندي هنا فولدر اسمه هوم بيج، وجواه الفايل بتاعي اللي اسمه هوم اندرسكور بيج دوت دارت، واحط فيه الكود بتاع الهوم بيج بتاعتي. وطبعا هنا هو علشان انا مش عامل امبورت للماتيريال. الناس اللي مش عارفه اول مره تحضر معانا ومش فاهمه ايه ده، كل ده متغطى يا جماعه، موجود على الشانل. كل المطلوب منكم ان انتوا 3 4 ساعات من وقتكم تسمعوهم، وان شاء الله تعالى هتحسوا ان كل ده ممتاز بالنسبه لكم وفاهمينه. بكده انا فصلت، بدات انظم الكود بتاعي،
وده اجابه للناس ايه الاركتكتشر اللي احنا بنتبعه مثلا في الويب. فصلت الهوم بيج في فايل منفصل، فصلت النافيجيشن في فايل منفصل، وهنا طبعا هبدا اعمل امبورت. الشورت كات منيو ديت بتيجي عندي من كوماند ودوت، انت تقدر كنترول دوت او تقدر تضغط على علامه اللمبه اللي هي موجوده هنا ديت، هتلاقي بيقول لك عايز تمبورت الفايل بتاعها، بقول له ايوه، وقلنا هنختار امبورت بالطريقه دي ان هي تكون باكج وليس دايركت فايل. طبعا المين لما انا فصلت منه الهوم وشلتها ما بقاش عارفها فين، فانا هيحتاج ان انا اعمل امبورت ليها برضه، ما عنديش اي مشكله. حتى الان انا اعدت تنظيم الكود بتاعي زي ما احنا شايفين، انا عملت سيف، بدا يعمل ريفرش للبراوزر بتاعي ومفيش اي تعديل تم في الايه في الكود. انا كل اللي انا عملته لحد دلوقتي ان انا بنظم الكود. طبعا هنحتاج طبعا المين كونتنت دي هنفصلها في فايل تاني كمان بالمره، نعملها كده طالما الوقت معانا. هناخد المين كونتنت دي كات كلها، وبما انها تبع الهوم بيج هروح جوه الهوم بيج هنا وهعمل فايل جديد واقول له مين كونتنت دوت دارت، وابدا احط الكود بتاعي جواها. وبالتاكيد طبعا هو مش عارف الماتيريال، فمحتاج ان انا اعمل امبورت للماتيريال باكج. الهوم بيج بتاعتي مش شايف بقى المين كونتنت فين، هرجع واعمل لها امبورت. بكده انا نظمت الكود بتاعي بطريقه منظمه، فصلت الملفات بتاعتي. ونصيحتي ليكم كلكم يا شباب ان انتوا تعملوا كل سكرين فولدر، لان في بعض الاوقات تبقى السكرين معقده لدرجه ان هي يبقى فيها خمسه ست ملفات او 10 ملفات مختلفه. فاعمل لكل سكرين فولدر داخل فولدر البيجز، ولو انت في الموبايل هتبقى طبعا الفولدر اسمه سكرينز. بكده احنا نظمنا الكود بتاعنا، وهنبدا نعمل نبدا مع نحسن شويه في الشكل، وبعد كده نبدا في اهم طلب الموست وونتد اللي الناس طلبته، وهو النافيجيشن. النافيجيشن يا جماعه علشان ابدا اخش على الهوم دي اضغط عليها او اباوت ويبدا يفتح لي صفحات جديده، في اكتر من طريقه، بس اسهل وافضل طريقه انا بتبعها ان انا بعرف متغير داخل كل ويجت خاصه بيه. نلاحظ هنا خدتوا بالكم ان هو الى الان بيعمل سنكرونايز، فانا هقفله فورا واقول له F5 عشان يرجع يفتح تاني مسافه ما يفتح الكود. احنا شرحنا انا جوه كل ويجت او كل صفحه او كل سكرين بعمل فاريبل اسمه راوت نيم، ودي طريقتي الشخصيه اللي انا بفضلها، في ناس كتيره بتفضلها، ماكسيميليان برضو لو الناس عارفاه بيفضل برضو الطريقه دي، انا بحب استعملها لان هي طريقه لوجيكال. الناس الويب اللي جايين من باك اند، من باك جراوند لارافيل او بي اتش بي، هيلاقوا ان الموضوع ده لوجيكال لوجيك بالنسبه لهم. وبدل ما هي هسميها هوم بيج هعمل مثلا هي سلاش بقت الهوم. انا في الويب معروف ان الهوم بيج بتاعتي هي سلاش، فانا دلوقتي عرفت داخل كل صفحه ان انا حطيت اسم الراوت نيم بتاعها او اسم الصفحه ديت سلاش. تعالوا بس مؤقتا لحد لما يفتح البراوزر هننشئ الصفحات الثانيه بسرعه كده وهي فاضيه، اللي هي الاباوت بيج. احنا قلنا طبعا انا افضل داخل البيجز ديت ان انت تكرييت بقى فولدر جديد وهتسميه مثلا اباوت بيج، وجواه فايل اسمه اباوت بيج دوت دارت، وتبدا هنحط جواه الكود بتاعنا زي ما هو بالكامل. طبعا هنعمل امبورت للماتيريال ونعمل امبورت للويدجتس دي اللي مش موجوده، اللي هي الناف بار والمين كونتنت. خلي حتى المين كونتنت ده نشيله ونحط مكانه كونتينر بقى، ونحط التشايلد بتاعه. طبعا معذره ان عشان الجهاز بيسجل وبيشغل البراوزر ومشغل اكتر من شاشه في نفس الوقت، فالدنيا بطيئه شويه. هحط تكست هنا عشان نميز بس الصفحات بتاعتنا، ودي احنا جوه صفحه الاباوت، فهحط هنا كلمه ايه اباوت. تبقى ان انا اعدل اسم الويدجت بتاعتي، بدل ما هي هوم بيج هسميها اباوت بيج. هاخد الكلام ده كله بالكامل زي ما هو واروح اكرره في الصفحات الثانيه بسرعه بقى. احنا هنا بيجز هنعمل ليرن بيج مثلا، وجواها وده فولدر طبعا، وجوه الفولدر ده هعمل فايل اسمه ليرن page dot dart، وجواها هحط طبعا احنا هنفتح الملف اهوت وبدأ يفتح البراوزر اهوت. انا هحط جواه هنا نفس الكود بالكامل، بس بدل كلمه about هنحط ايه learn بس اهوت، وهنا هنسميه learn، ونفس الكلام هيبقى على السبورت وكده. انا هكتفي بده عشان انا شايف الوقت داخلين على 38 دقيقة وعايزين ننجز ندي أكبر كمية معلومات. هو بدأ يفتح البراوزر وبدأ هيحمل البراوزر بتاعنا. احنا كده نظمنا الكود بتاعنا، وفي نفس الوقت عملنا صفحة اسمها about وصفحة اسمها learn،
وصفحه اسمها هوم بيج. ازاي بقى هيبدا يتنقل لما يضغط على الحاجات دي؟ احنا عرفنا النافيجيشن اللي فوق ده، احنا نقدر طبعا هو عباره عن رو عادي، هنحسن الشكل بتاعه حتى نروح عليه. عشان اروح لاي فايل مجرد ما اعمل كنترول دي او كوماند دي هروح على الناف بار زي ما احنا شايفين. انا عامل هنا دول عباره عن فلات بوتن، هو عباره عن زراير، وببدا لما ابريس على الزرار ده يبدا لما في اكشن معينه هتتم في الميثود دي هنكتب الكود. بس قبل ده انا محتاج ايه؟ ان انا احسنه شويه، يعني انا عايزه ادي الكونتينر وادي رو خاص بيه. انا ممكن ده اعمل له احط الكونتينر ده جوه ويجت ثانيه اسمها مثلا فليكسيبل، بحيث عايز اقسم المسافه ما بين الكونتينر ما بين اللوجو ده وما بين باقي الحاجات للنص. فانا هنا هحط له فليكسيبل ويجت، نيو ويجت، واقول له فليكسيبل. ثواني معلش الجهاز، خلينا نفصل الشاشه من الشاشات الثلاثه، اتمنى ان شاء الله ما يحصلش حاجه للتسجيل اللايف. انا كده فصلت الشاشه، انا عندي ثلاث شاشات شغالين. ففليكسيبل ويجت دي هقول له الفليكس بتاعها واحد، بحيث ان هي، وهنا في نفس الوقت ان الشعار فليكسيبل واخد نص المسافه، والرو اللي هو فيه باقي عناصر المنيو دي هياخد باقي المسافه، ده برضو هضيفه في فليكسيبل ويجت ثانيه. هو بس انا عملت كنترول كوماند دوت دلوقتي منتظر يعمل يديني الاوتو كومبليت، اقول له نيو ويجت واقول له فليكسيبل. وانا بعتمد دايما يا جماعه وانتم في شغلكم تعتمدوا على الاوتو كومبليت، وهنا الفليكس بتاعها هقول له بيساوي واحد واعمل له كوما. وهاجي هنا طبعا هقول له بقى هنا طبعا اصبح المسافه بينهم، بس انا عايز الفليكس ده يبقى المنيو تبقى في اخر الايه الصفحه، فهقول له اند. هيبدا الكود طبعا لما يبدا يحمل معانا هيزيحوا، لان المسافه ما بينهم اصبحت متساويه. في نفس الوقت انا عايز ابعد شويه المسافه ما بينهم، يعني عايز اعمل اندنت كده من اليمين والشمال زي الويب، يعني موبايل منيو ايه داخله لجوه شويه. انا عامل هنا كونتينر هقول له خاصيه البادنج اللي احنا عارفينها عادي، واقول له ايدج انسيست مثلا سيمنتك مثلا هوريزونتال، ايدج انسيست سيمنتك اهيت، واقول له الهوريزونتال بتاعي خليه مثلا 80، بحيث ان هو يعمل لي ازاحه من اليمين والشمال بمقدار 80 بكسل. بدا يحمل معايا، طبعا احنا ميزه فلاتر عارفين موضوع الهوت ريلود، بس طبعا هنا بطيء شويه معانا عشان احنا مشغلين كذا حاجه وبنسجل وطالعين لايف وبنسجل اوف لاين. لما يحمل حمل اهوت، نلاحظ ان هو عمل اندنتيشن خلاص، يبقى احنا كده ظبطنا شكل المنيو شويه. ينفع ان احنا نيجي في الرو هنا ونقول له المين اكسن الاينمنت برضو بتاعنا في اند، بس مفيش مشكله دلوقتي، ولكن احنا بدانا نحسن الشكل، هنكمل عشان الوقت بتاعنا. اهم سؤال الناس بتساله، ازاي بقى ابدا اعمل الصفحات دي؟ انا قلت لك اول واهم حاجه في كل صفحه من الصفحات، احنا لو رحنا على الهوم بيج هنا مثلا، لو احنا شفناها فين، ادي الهوم بيج، قلنا احنا بنعرف ستاتيك فاريبل اسمه راوت نيم. ففي الليرن هنروح نعرف الراوت نيم ده هنسميه ايه؟ فورورد سلاش ليرن. وفي الاباوت مثلا بيج هيبقى فورورد سلاش اباوت. ده اول حاجه تعملها قبل ما تبدا دعم اي شيء داخل الايه الراوتنج. وهاجي على المين، في بروبرتي غير الهوم هنا اسمها انيشياليز راوت او الايه انيشال راوت. الانيشال راوت ده بقول له الهوم بيج بتاعتي، يعني ايه الراوت اللي هو هيروح عليه في البدايه، بقول له الانيشال راوت بتاعي اللي اول ما نفتح الويب سايت هيبقى هوم بيج دوت راوت نيم. ميزه الموضوع ده ان انا ما اعرفش الهوم بيج ده سلاش ولا سلاش ليرن ولا سلاش كذا، عشان كده لما في طريقه الفاريبل اللي انا بعملها دي بتريحني، بكتب اسم الويجت بتاعتي وبعدين الراوت بتاعي مباشره. وفي بروبرتي مهمه جدا اسمها راوتس، راوتس دي اللي هبدا اديفاين الراوتس بتاعت الابلكيشن بتاعي بالكل وبالكامل. هقول له هوم بيج مثلا كده بتساوي دوت، واقول له كونتكست مثلا او هوم بيج هنا دوت راوت نيم. لما اقول لك هوم بيج دوت راوت نيم اعمل لي كونتكست وروح تشاور لي على الهوم بيج. طبعا معلش الجهاز بطيء بس شويه كده، واعمل كوما كده. انا قلت له لما في اي مكان اقول لك روح لي على الراوت او بوش الراوت الفلاني، وهنتكلم عليه ازاي ان بوش الراوت، بقول له اي لما اقول لك راوت نيم روح افتح لي صفحه الهوم بيج، كاني قلت له روح ريندر او ريتيرن الهوم بيج كونتنت. بكده انا عرفت ديفاين للراوت بتاعت الهوم بيج بتاعتي. هبدا اكرر دي موجوده بدل ما هي هوم بيج، طبعا هنغيرها بس ايه ان دي هتبقى اباوت اهي،
وهنا طبعا هتبقى هنا ليرن، ما اعرفش احنا ما عملناش احنا سبورت، فانا هعمل طبعا امبورت للاباوت، وهنا هعمل امبورت للليرن، وهنا طبعا لازم نغير الصفحه اللي قصادها ان هي اباوت تبقى اباوت بيج، والليرن هتروح على الليرن بيج زي ما احنا شايفين. دي افضل طريقه انا شايفها ان انت تعمل بيها راوتس بطريقه منظمه وطريقه علميه، وبتساعدك جدا. باختصار بتديفاين الراوتس بتاعتك داخل المين جوه الماتيريال، وجوه كل ويجت او صفحه من الصفحات اللي انت بتعملها بتعمل فاريبل اسمه راوت نيم وتحط فيه السلاش. ده هيفيدنا في الويب ان شاء الله ازاي نعمله. بكده انا اقدر بقى اروح دلوقتي، يعني هو دلوقتي لسه الابلكيشن بيحمل، اقدر دلوقتي اروح على الزراير دي بقى اللي انا لسه ما حطيتش فيها الاكشن، واقول له لما اضغط على الاباوت روح لي على الاباوت، هنشوف ازاي بنعمل ده. فنروح على الفايل اللي هو الناف بار بقى، واقول له عند الزرار اللي هو الهوم ده، لما اضغط على الهوم، احنا عارفين من مميزات فلاتر يا جماعه ان هو فول ستاك فريم ورك. يعني ايه فول ستاك؟ يعني مش زي الرياكت نيتف لازم تستعمل ثيرد لايبراري مثلا للنافيجيشن، لازم تستعمل لايبراري ثالثه لكذا، لا هو فول ستاك بيجي لك بكل اللي انت محتاجه في الابلكيشن بتاعك. فخلينا حتى تمام، بقول له نافيجيتور، معلش الجهاز بطيء جدا معايا، واقول له اوف كونتكست، واقول له في حته ميزه جديده اسمها بوش نيمد اللي هي نيمد راوت. يعني بوش نيم، في بوش نيم ريبليس تقدر تستعملها، انا بفضل ريبليس عشان في الويب انت عايز ترفرش الميموري. وهقول له لما اضغط على الهوم روح لي افتح لي هوم بيج دوت راوت راوت نيم. طبعا هنا نستنى الاوتو كومبليت، هو لسه ما مش كامل، هو طبعا مش شايف الراوت نيم لان انا محتاج اعمل امبورت للهوم بيج. هاجي هنا للراوت نيم. طيب انا عملتها مانوال، لما هو يخلص هو طبعا في غلط هنا، نشوف ايه الهوم بيج احنا مسمينها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد الهوم بيج زي ما هي، واتاكد طبعا اهم حاجه يا جماعه ان انتوا تتاكدوا في المين راوت، ان انت مديفاين الراوتس بتاعتك بالصوره اللي انت شايفها. انا ليه هنا عملت انت اندر سكور ما كتبتش بيلد كونتكست؟ لان انا مش محتاجه. لما بعمل اندر سكور لفلاتر او دارت معناه ان انا بقول له انا مش محتاجه. نلاحظ ان في بطء في الجهاز وفي مشاكل، ان هو مهنج لغايه دلوقتي مش عارف يعمل سنكرونايز، اوتوماتيك على طول فورا وقفه واعمل اف 5 تاني لما يحمل. هو طبعا في هنا ايرور، طبعا هو في حاجه مش عارفها، خلينا نقول له نشوف ايه اللي هو مش عارفه. هو تراوت نيم، هو ما كانش في حاجه خطا، هو نفس اللي احنا كنا كاتبينه، فمش عارف ايه المشكله صراحه. بس خلينا ايه نشوف نافيجيتور اوف كونتكست بيرش ريبليسمنت للهوم بيج، ذا ارجيومنت سترينج كان بي اساين تو راوت نيم اوبجكت. طيب صح، اسف، في بوش ريبليسمنت، انا في غلطه هنا عملتها، ان انا في بوش ريبليسمنت وفي بوش نيمد ريبليسمنت. المفروض احنا نستعمل بوش نيمد وليس، لان هي بتاخد سترنج. احنا الفاريبل ده اللي جوه الهوم بيج عباره عن سترنج، ما هواش عباره عن راوت، لو فاكرين الماتيريال بيج، وده ترجعوا للفلاتر ستادي جام الاولانيه. فانا بنفس الكود ده عشان نوفر بقى الوقت، هروح هنا لما يضغط على الاباوت بدل ما هو بيروح على الهوم بيج هيروح على الاباوت بيج، ونعمل كده زي ما احنا شايفين، ونعمل امبورت. طبعا هنبقى محتاجين نعمل امبورت للصفحه بتاعتنا، اهوت امبورت للباكج، وهاخد نفس الكود بالظبط، اروح على الليرن واقول له بدال هوم بيج هتبقى ليرن بيج. بكده انا قلت له بكده انا قلت له طبعا هنا في هو اندفاين طبعا ليرن بيج، هنعمل امبورت عشان انا عايز اعمل ران الابلكيشن بتاعي، اسيف بس الابلكيشن، ما عندناش اي ايرور. في هنا عندنا انكلود او امبورت زياده، هعمل اف 5. وده انتوا وانتوا شغالين في لوبو، ده مشكله ومن الناس اللي بتسال عن مشاكل الفلاتر حتى الان، ان لسه بيتا، ففي مشاكل زي ما انتوا شايفين، مهنج بط، فانا اوتوماتيك رايح دماغك لو لقيته استنى دقيقتين ثلاثه ما عملش ران للبراوزر، وقف على طول البروجكت وارجع اعمل اف 5 ثاني. نرجع نعمل ريكاب اللي احنا بنعمله. لما يعمل انا عملت ديفاين الراوت بتاعتي داخل كل ويجت وسميتها راوت نيم، وفي نفس الوقت جيت على المين ميثود بتاعتي عملت ديفاين لكل الراوتس بتاعت الابلكيشن. ايا كان الراوت اللي عندك انت لازم تحطه في الابلكيشن ده، فبعرفها بالطريقه دي. وليه انا بكتبها كده؟ عشان شايفها منطقيه في اي مكان داخل الكود. اقدر اقول له بقى لو احنا رحنا على النيف بار زي ما احنا كنا شغالين مثلا، واقول له ايه النافيجيتور اوف كونتكست بوش نيمد مثلا، او بوش نيمد ريبليس، واقول له ليرن بيج دوت راوت نيم. مش لازم تعرف
ايه هي البيج بتاعتي او الراوت نيم الخاص بيا. اتمنى ان شاء الله تعالى ان هو يشتغل كويس عشان نكمل في الويب سايت. ودي كانت من اهم الحاجات الناس اللي حابه تعرف ازاي بنعمل النافيجيشن وازاي نعمل ادفانسد نافيجيشن. في ناس تانية ممكن تسال سؤال حلو، تقول لك طب هل في طرق تانية افضل من كده او اقوى؟ اه، ايه العيب لو الناس فكرت معايا، ايه عيب النافيجيشن سيستم اللي احنا بنعمله ده؟ هو طبعا حتى الان برضه لسه واقف، فانا هقفله وارجع افتحه تاني وتعودوا على الموضوع ده طالما انت لسه بيتا. هو بيقولوا الاسبوع الجاي ان هم هيطلعوا لي الفاينل ريليز، اتمنى، ولكن انا شايف في كميه ايرورز ومشاكل كتيره بتحصل اثناء التشغيل. مش عارف بقى هل بيحتاج ميموري عاليه عشان احنا بنسجل فبيبقى يهنج معانا كده، ولكن هو انا شايف في لسه مشاكل، يعني متوقع مش اقل من اسبوعين او شهر عشان المشاكل دي تبدا تختفي. ولكن هم اكيد لهم نظرتهم وعارفين ان هم امتى الوقت اللي يقدروا يطلعوا الكود بتاعنا. اجابه السؤال اللي هو كان بيقول طب الطريقه ديت دي افضل طريقه انا بستعملها في كل الابلكيشن بتاعي، بس الطريقه دي فيها عيب واحد فقط، ان انا ان موضوع النافيجيشن ده العيب الوحيد ان انا دايما محتاج كونتكست. يعني انا لو في ويجت معينه ما فيهاش كونتكست، للاسف محتاج ان انا باصي كونتكست من ويجت تانية للويجت ديت وابدا استعمله عشان اعمله. طب افضل حل لده، افضل حل انا لقيته بستعمله في الابلكيشن بتاعي في باكج على باب اسمها اوتو راوت. اهيت الباكج دي فعلا احنا حتى عندي في الشركه الشباب وكلنا بالكامل خلاص اتفقنا ان احنا بنستعمل اوتو راوت. احنا هنا عشان فلاتر ويب، انا اسف، خلينا بقى اني اندرويد. طبعا هنا الاوتو رايت راوت ما كانتش لسه في الويب، طبعا ده احنا حتى الان في الويب هتستعمل الطريقه اللي انا قايل لك عليها. ولكن لو انت دي اجابه السؤال، لو انت شغال على الموبايل مثلا او كده، فاوتو راوت هي من افضل الباكجز اللي انت تقدر ايه تستخدمها في الكود بتاعك. معلش الانترنت بطيء معايا شويه، خلينا نخش فلاتر من الاول هنا بدل ما هو واقف ديفولت على الويب، واقول له اوتو راوت اهيت. زي ما احنا شايفين الباكج دي رائعه جدا، واهم ميزه فيها ان هي ماشيه بنفس السنتكس بتاعنا اللي احنا بنمشي عليه، بتقول له نافيجيتور برضو، بس الميزه اللي فيها ان انت ما بتحتاجش ان انت تبصي له كونتكست. بتبعت الحمد لله البراوزر بتاعنا اشتغل اهوت عشان نشوف العملي، بتقول له نافيجيتور وتعمل بوش للراوت عادي بالطريقه التقليديه اللي احنا واخدين عليها، ولكن بيوفر عليك ان انت ما بتحتاجش في الكود بتاعك كونتكست علشان تقدر تبش على طول. فالناس اللي بتسال ايه افضل راوت سيستم، يا اما تستعمل الطريقه دي اللي انا بقولها وعيبها الوحيد ان انت محتاج تبص كونتكست عشان تفتح الحاجه، يا اما تستعمل الاوتو راوت باكج رائعه جدا. هو طبعا احنا للاسف المشروع هنا اهوت وهو بيعمل ديباج برضه حصل ايرور زي ما انتم شايفين، حصل ان هو مش عارف يشوف الكروم، فانا هعمل له اتمنى ان شاء الله يكون ده الكروم مش بتاع البث، ايوه، واعمل له F5 تاني. ده طبيعي مع البيتا وطبيعي الناس تاخد بالها. احنا كده تقريبا خلصنا ازاي ننظم الكود، ازاي نعمل الاركتكتشر، ازاي نعمل النافيجيشن، وباقي الحاجات بقى انتوا عارفينها اللي هي موضوع النصوص، موضوع تنسيق الحاجه، الرو، نوسع الحاجات، ده كله حاجات اوريدي شرحناها موجوده في الاستادي جيم. انا بركز اقول الحاجات اللي مش موجوده او اجاوب اسئله الناس اللي بتسال على حاجات مختلفه. لما يفتح ان شاء الله تعالى الكود ده بالكامل برضو هعمل له بوش، يعني الناس بعد المحاضره ديت هتقدر تاخد ان شاء الله تعالى تحصل على الكود، بالاضافه ان السلايدز بتاعتنا بالكامل كلها موجوده، انا رافعها اوريدي موجوده على سلايد شير، وده الرابط بتاعها علشان الناس تقدر تنزلها، وان شاء الله الشباب هينزله لكم في الشات bit.ly flutter web part 2. هتلاقوا السلايدز اللي احنا استعملناها بالكامل موجوده ليكم ان شاء الله تعالى. اتمنى باذن الله البراوزر يفتح معانا عشان اقدر اوريكم الديمو. هو عشان تعرف ان هو هيفتح ولا لا لازم يفتح هنا الكروم ايجنت علشان يفتح. لما يفتح هبدا اخد الاسئله لما نشوف نبدا نعمل معاينه ونشوف اسئله الناس للفتره اللي جايه. جزاكم الله خيرا، والله امين واياكم. جزاكم الله كل خير. طب لو في اي اسئله الشباب يقدروا يحطوها لي. لا ده في اسئله، انا اسف، ده انا اللي في اخر الكومنتس. تمام، نمشي كده بسرعه كده لما البراوزر يفتح معانا ويعمل. بلد غير مدعوم من مطور جوجل، كيف اعمل حساب مطورين؟ ان شاء الله الشباب في القناه او السبورت هم اللي يردوا على حضرتك. المحاضره جزاكم الله خيرا. رابط التحديثات ده حق ايه؟ مش عارف صراحه التحديثات ايه. ممكن رابط موقع زيبلين. انت عايز تاخد السورس كود بتاع المشروع. هو انا مش فاتحه، الحمد لله البراوزر فتح اهوت، انا مش فاتحه صريحه للبتاع، بس ممكن اديه لكم مفيش مشكله، يعني احنا هنشتغل منه المحاضرات اللي جايه وهديكم رابط زيبلين باذن الله.
وطبعا زي ما قلنا، انا اي تصميم او اي تعامل ما بيني وما بين المصمم بيكون الوسيط ما بيننا هو موقع زيبلين، بستلم منه المشروع، بقدر اعرف منه الاكواد وابدا ابرمج، اعرف مسافات الحاجات بتاعتي كلها من خلال الايه الموقع. باذن الله تعالى رابط الحضور، جزاكم الله خيرا جميعا. انا مش شايف في اسئله كتير، والحمد لله ده شيء كويس، الحمد لله البراوزر اشتغل اهو. انا هنا في صفحه الهوم اهي، ضغطت عليها مفيش اي مشكله. لو رحت على الاباوت ملاحظين ان هو راح لي على صفحه الاباوت اهو، لو رحت على الليرن راح لي على صفحه الليرن، ونلاحظ ان اليو ار ال بتاعي، عشان كده انا في الكود لو احنا رجعنا بقى فتحنا الكود قصاده كده في الناف بار، عشان كده انا تعمدت في الهوم اقول له سلاش، في الليرن اقول له سلاش ليرن، عشان اللي انا هحطه هنا هو اللي هيظهر فوق، وده بيفيد في موضوع الاس اي او يا جماعه. لذلك بقول لكم دي احسن طريقه بستعملها سواء مع التطبيقات او مع الويب. فانت زي مين، لو انا في الاباوت هنا اهوت في الهوم بضغط عليها بيجيب لي الهوم، ضغطت هنا جاب لي الاباوت، ضغطت هنا جاب لي الليرن، اهي تلاحظ ان الكلمه بتاعتنا بتتغير، فمعنا ومعانا اليو ار ال بيتغير، فاحنا الكود بتاعنا شغال ممتاز جدا. كل المطلوب منك ان انت تحط محتوى. هشرح حته سريعه جدا في عجاله، ودي مهمه جدا عشان الناس بتوع الويب. انت كويب دايما اوقات بتحتاج تعمل حاجه زي اسمها تمبلت. يعني ايه تمبلت؟ يعني يبقى في تمبلت اساسي بيحيط الموقع، شايل مثلا النافيجيشن، منيو على اليمين، منيو على الشمال، فوتر مثلا، واللي بتغير الكونتنت الداخليه. يعني في حاجات ثابته في الصفحه وفي حاجات متغيره. افضل طريقه عشان توصل لنفس الموضوع من فلاتر ان انت تعمل سنترال ويجت تعمل ده. فانا هاجي على الشيرد هنا مثلا وهعمل ويجت جديده اسمها، او فايل جديد بقى اسمها سنتر ويجت بالدارت، وهروح اعمل امبورت للماتيريال تمام، واقول له انا عايز ستيتلس ويجت. الستيتلس ويجت دي اسمها سنتر مثلا ويجت، وهقول لكم ايه اهميه الموضوع ده. عملت ستيتلس ويجت من نوع السنتر ويجت، وهعمل فيها فاريبل فاينل. الفاينل ده من النوع ويجت اهوت، واقول له تشايلد مثلا. طبعا هنا معترض بيقول لي ده لازم يتعمل له انجكت في الكونستراكتور، هعمل له انجكت. يعني اول ما اجي كرييت السنتر ببصلها للتشايلد، والتشايلد ده طبعا اي ويجت في فلاتر لها كي انت مش بتحتاجه في اغلب الاوقات الا اذا كنت بتتعامل مع الليستس او حاجات متغيره، يعني حاجات من نفس العنصر. وطبعا ده السوبر كي بتاع الويجت الاساسيه. بس اللي انا عايز اقول لك ان الويجت دي هتقبل ويجت، هنعمل انجكت من خلال حاجه اسمها ديبندنس انجكشن ان شاء الله تعالى، اتكلمنا عليها قبل كده برضو في الويجت ديت. وهقول له تعالى هنا بقى في الكونتينر ده اعمل لي مثلا ان ديكوريشن مثلا، واعمل لي بوكس ديكوريشن مثلا هنا، واقول له اللي انا عايز الكالر بتاعي colors دوت جراي مثلا، colors c o l o r s دوت جراي، واقول له مثلا عايز جراي بنسبه 200 مثلا، او 200 هنا هي. ونيجي على التشايلد بتاع الكونتينر، يعني هنيجي بقى بعد كده نيجي على التشايلد بتاع الكونتينر، واقول له استعمل لي التشايلد بتاعي. يعني التشايلد اللي انا حط عملته لك انجكت في اول الحاجه هنا. ايه اهميه الويجت دي يا جماعه؟ الويجت دي مهمه جدا وخطيره جدا، هقول لكم عليها دلوقتي. هاخد بقى الويجت دي وهخليها تحيط جميع الويجتس الاساسيه، هتحيط الهوم بيج، هتحيط الاباوت، هتحيط الليل. يعني عشان نشوف بطريقه عمليه وتبقى باينه اكتر، هنروح على الهوم بيج بتاعتي واعمل راب او احيط الويجت اللي هي بتاعت الهوم بيج ديت. يعني بعد ما بعمل الكونتينر ده هقول له لا انا عامل لي راب ويجت، وخلي الويجت دي سنتر ويجت. هو طبعا لسه مش شايفها، هعمل له اسف، هعمل له امبورت للويجت بتاعتي. انا كده بقول له ايه؟ اعمل لي، عملت كده انا تمبلت، الناس بتوع الويب تمبلت اساسي للمشروع بتاعي بيحيط بالويب سايت. فاي تعديل هروح اعمله بقى، تعالى نقفل بقى ده كله عشان بس الجهاز مهنج بس شويه معايا، ونقفل ده كمان. وكمان اباوت بيج دي مش محتاجينها لان احنا هنشتغل على الهوم بيج ان شاء الله تعالى. اي تعديل عايزه يتابلاي على الموقع كله اقدر احطه جوه السنتر ويجت. عشان اثبت لكم الكلام ده هصغر دي شويه، وهاجي هنا مثلا اقول له البادنج، انا عايز اعمل بادنج، واقول له اعمل لي ازاحه للمسافات يمين وشمال مثلا. نستنى بس الاوتو كومبليت ايدج انسيست مثلا سيمنتك، اقول له مثلا افقيا خليني 80، ومثلا وفيرتيكال مثلا خليني 60. وشوف مجرد ما بحفظ الشغل بتاعي اوتوماتيك الفلاتر بدا يعمل ريفرش زي ما انتم شايفين، هيبدا يعمل لي ازاحه للمحتوى بالشكل ده. اقدر طبعا
احط بقى هنا جوه الويجت التمبلت بتاع الديزاين العام اللي هو شايل الموقع. الناس اللي بتسال ازاي اعمل تمبلت وجواه كونتنت، هي دي فكرته في فلاتر، هي دي التركه اللي انا بقول لكم عليها. شايفين عمل لي بوش للمحتوى كله، بس في غلطه هنا احنا عملناها، احنا خلينا السنتر ويجت تحيط بالموقع كله وليس بالهوم بيج زي ما احنا شايفين، لان احنا شايفين النافيجيشن اتزح هو كمان. عشان نصلح المشكله دي هرجع للهوم بيج وهقول له بدال ما السنتر ويجت بتحيط ده، هاخد السنتر ويجت زي ما هي هي والتشايلد كده واحذفها، برجع كونتينر عادي وكولون عاديه واحذفها من هنا واخليها تحيط فقط بالمين ويجت بتاعتي اللي هي دي، يبقى هي التشايلد، واقفل البوست بتاعها واعمل سيف كده. المفروض ان شاء الله تعالى الكود بتاعنا تمام. انا كده قلت له ايه؟ السنتر ويجت دي بتحيط بالمين كونتنت وليس بالويب سايت كله، لان انا عايز النافيجيشن ده يبقى موجود فوق. انا للاسف مش هقدر اقفل دلوقتي عشان الوقت، يعني ان شاء الله هو هيعمل باذن الله تعالى يعمل سنكرونايز ان شاء الله تعالى، ما يعملش مشكله او يهنج. ولكن دي التريكه اللي انا عايز اقولها لكم. طب ايه اهميه موضوع السنتر ويجت ديت او ويجت رئيسيه بتراب الكونتنت؟ في بعض الابلكيشنز بتبقى انت عايز تعمل ار تي ال وال تي ار سبورت، جوه السنتر ويجت دي هتروح عليها وممكن تحط فيها حاجه اسمها دايركشناليتي ويجت اللي هي دايركشن اللي هي في فلاتر، بحيث تحطها هنا واي حاجه بترابها او بتحيط بالويجت ديت اوتوماتيك فلاتر هيبدا يعملها لك. للاسف هو مهنج، مش قدامي غير ان انا اوقف واعمل F5 وان شاء الله يشتغل. بكده بقى انا اقدر في السنتر ويجت دي احط اعدادات، اقول له اعمل لي اكسباند لباقي الصفحه، احط الديزاين بتاعي لو انا عندي فريم معين بيظهر حوالين الموقع، بحيث ان السنتر ويجت دي بتحيط باقي الصفحات. هاخد نفس الكود بتاع السنتر ويجت ديت مثلا واروح على الاباوت بيج برضو، هنروح على الاباوت مثلا واقول له حط لي الكونتينر الاساسي بتاع الاباوت ده من خلال ويجت جديده، والويجت دي هي ايه؟ السنترد ويجت زي ما احنا شفنا مع الهوم بيج اهيت. وطبعا بعد ما بعمل كده اوتوماتيك هو بيبقى المفروض ان هو ما بقاش شايفها، ان شاء الله يشتغل. لما البراوزر يشتغل والتهنيجه دي توقف هبدا اجاوب على بعض الاسئله. كده انا قلت مجموعه من الحاجات المهمه اللي الناس لازم تاخد بالها. انا هنا بفكر يا جماعه بكونسبت ويب ديفلوبر وليس موبايل ديفلوبر، لذلك سميتها بيجز ما سميتهاش سكرينز. بقسم اليو اي بتاعتي، يفضل ان انت تعمل اليو اي بتاعتك في فولدرات وليس فايلات مباشره، لان نفس احنا شايفين الهوم بيج دلوقتي عباره عن ملفين، ممكن في بعض الصفحات بتوصل معانا لخمس وست ملفات. ثالث شيء، افضل طريقه للنافيجيشن انا بستعملها مع كل حاجه الديفولت اللي انا قلت لكم عليها ديت، وبديفاين فاريبل اسمه راوت نيم داخل كل ويجت بنادي عليه من النافيجيتور اوف بوش على طول. لو انا عايز حاجه ادفانسد وعايز استغنى، لان الطريقه دي عيبها الوحيد ان هي بتحتاج كونتكست، تقدروا تستعملوا الباكج بتاعه الاوتو راوت. طب بس مشكله الاوتو راوت ان هي حتى الان ما بتسبورتش الويب. طب عايز اعمل ويجت الار تي ال والال تي ار بتعمل فكره المين ويجت او السنترد ويجت او السنترال ويجت مثلا، هي الويجت اللي كل الويجت بتشاركها او بتتضمن جواها، ودي نفس الكونسبت بتاع الويب. لو انا عايز مثلا يبقى في حاجه محاوطه الكونتنت الرئيسيه ومشتركه مع كل المواقع، بتتعمل بالطريقه دي. في حته حلوه ممكن نضيفها، بما اننا احنا ادينا مهله ان احنا ممكن ناخد خمس دقائق اضافيين كمان عشان المقدمه اللي احنا اديناها، هديكوا تريكه ثانيه ازاي نقدر بقى نقول له احنا لو لاحظنا لما الموقع يشتغل ان شاء الله تعالى ان هو لما بيشتغل واصغر وكبر بيفضل يكبر معانا ويصغر. طب انا لو عايز اعمل حجمه معين، يعني هو انا لو شايفين لما بصغر بكبر بيفضل يمشي معايا، ملاحظين التكست ده عمال يمشي، انا عايزه عند حجم معين ما يكبرش، يفضل في نص الصفحه. اقدر بسهوله جدا اجي على التشايلد ديت واقول له ويجت جديده واقول له كونستريند بوكس، ودي عباره عن كونستريند بوكس اللي هو صندوق معين بحط له مجموعه من الكونسترينز اللي هي الابعاد بتاعته، بقول له انا عايز الكونسترين بتاعتك الماكس ويدث بتاعي مثلا، لو قلنا مثلا اكبر عرض ليك او الماكس ويدث عندك ماكس هايت برضه ماكس ويدث طبعا ماكس ثواني يعني كونسترين بوكس كونسترين، طبعا دايما بنساها ان الكونسترينز بياخد بوكس كونسترين، وجوه البوكس كونسترين اقدر اقول له بقى الماكس ويدث بتاعي 1200 بكسل. نشوف كده ايه اللي هيحصل. انا ضفت للسنترال ويجت دي بقول له لو كبر الريزوليوشن بتاع الويب سايت اكتر من 1200 اثبت عادي وخليك في نص الصفحه. لما يحمل هننتظر بس ان هو البراوزر يحمل معانا، وهناخد عليه مثال بصوره عمليه دلوقتي ان شاء الله تعالى. اتمنى باذن الله الجهاز يشتغل معانا او يحمل.
لو شايفين لو اتحركت كده هيفضل يتحرك معايا عند حد معين وبدات تثبت. شايفين ثبتت الويجت وبدات تبان هنا، شايفين المسافه دي. طبعا الجزء الرمادي ده علشان انا السنتر ويجت دي قلت له الباك جراوند بتاعت جراي، بدليل اهو انا لو جيت بدل 200 دي عملتها 400، هنلاحظ المنطقه دي بقت غامقه. ودي التريكه اللي انا اقدر اقولها لكم اللي بتقدروا تعملوه بقى تمبلت، بحيث ان دي بتحيط اي ويجت ثانيه. جميع الويجتس بقى هتقسم صفحاتك، تكتب كود فلاتر عادي اللي احنا عارفينه موجود شارحينه في الفلاتر ستادي جام، تقدر ترجع لها. نفس التريكه دي بنستعملها في تعدد اللغات. عندنا بقى في صفحات للموقع، وملاحظين ان الاباوت هنا طبعا هيت حواليها. طبعا انا اقدر اقول له المينيمم هايت برضه، يعني اقدر على الويجت دي اقول له المينيمم ويدث مثلا بتاعتي تكون مثلا 900 مثلا، فهو اوتوماتيك هيبقى المينيمم بتاعه 900 حتى لو كانت ايه، عشان يبقى ايه بحيث الصح. ملاحظين ان هي اتوسعت. فالسنترال ويجت دي يا جماعه مهمه جدا، بتستعملوها في تعدد اللغات، بتستعملوها في الويب سايت، ان انت بتعمل التمبلت بتاعك بقى اللي هو في المنيو الشمال والمنيو اليمين والنافيجيشن، كل ده بتبقى فاصله في فايلات منفصله خارجيه، والبيجز بتاعتك كل مجموعه بيجز او كل بيج معينه داخل فولدر وليس داخل ملف واحد، وجوه الفولدر بتبقى مجموعه من الملفات. بكده انا قلت لكم عندنا خلصنا موضوع فكره النافيجيشن، خلصنا موضوع ان يبقى في سنترال ويجت بتتحكم في الويب سايت كله. ملاحظين النافيجيشن هنا سلاش، لما اروح على اللي هو على الاباوت بيبقى اباوت، لو رحت على الليرن بقى ليرن. طبعا هنا ليه ليرن ظاهره كده؟ علشان اكيد الليرن بتاعتنا ما هياش محاطه بالسنترال ويجت زي ما احنا عارفين. انا مش هعمل عشان ما اضمنش البراوزر يفضل شغال معانا لغايه دلوقتي. تقدروا تستعملوا الكود ده مباشره، هرفع لكم الكود ده على الجيت هاب باذن الله تعالى، وفي نفس الوقت فلاتر بيتا عشان تقدروا تطبقوا اللي احنا شرحناه النهارده. لازم تبقى على البيتا تشانل. اتمنى المحاضره النهارده تكون جاوبت على بعض التريكات. متخيل ان احنا بعد ما خلصنا المشروع كده اقدر اقول له فلاتر بيلد ويب بيبيلد لي نسخه اتش تي ام ال سي اس اس عاديه خالص، هنحاول نفتحها دلوقتي في الوقت اللي انا بتصفح فيه التعليقات بسرعه. انا عارف مش عارف، انا حاسس ان البث المباشر فصل، بس ولكن انا بسجل برضو اوف لاين. اتمنى دلوقتي ان انتوا تكونوا، يا ريت الاخوه على الواتساب يقولوا لي اذا كنت انا اونلاين ولا اوف لاين، يا ريت الاخوه يقولوا لي. تمام ممتاز، هم بيقولوا لي ان انا اقدر اكمل، فده شيء كويس جدا. كده احنا شرحنا الجزء الاساسي. انا طبعا عملت امر فلاتر ويب واحنا بنسجل كل حاجه اوف لاين. باذن الله تعالى احاول اجاوب على كل الاسئله ديت. الفيديو ده هاي ريزوليوشن فول اتش دي هيترفع على الشانل بتاعتي ده ديف، الرابط هم حطوه لكم في الـ في الشات بتاعنا. بكده احنا غطينا اغلب الاسئله الناس قالوها. انا شايف الحمد لله ان مفيش اسئله كتيره، وده معناه ان المحتوى كان خفيف، وانا يعني رعيت ان احنا يكون محتوى لايت معانا ان شاء الله تعالى، بحيث الناس ما تملش من الشرح بتاعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا جميعا، واتمنى ليكم يوم سعيد وفيديو سعيد. الفيديو ده هتلاقوه باذن الله تعالى موجود على 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 جي دي جي مينا، موجود على القناه بتاعتي. بعد ما اخلص التوك هرفعه برضه ان شاء الله تعالى، وانتظرونا بعد كده في امسات رمضانيه اخرى. بشكر فريق جوجل، بشكر سليم عبيد، بشكر عبد الرحمن عمران وكل الفريق بتاعهم، بشكر زملاء الخبراء، بشكر زملاء بتوع الكوميونتي سواء الجي سي دي سي او الجي دي جي او جميع الكوميونتيز اللي في الوطن العربي. وجزاكم الله خيرا، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.